أهلا بكم، هذه حلقة جديدة من ملف اليوم. أزمات داخلية غير مسبوقة تواجه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، ففي ظل تظاهرات اعتراضا على قانون التجنيد الإجباري من جهة وفشل صفقة المحتجزين من جهة أخرى، تواجه إسرائيل أزمة دستورية ستضع نتنياهو في عزلة، إذ طالبت عريضة قدمتها مجموعة منظمات غير حكومية للمحكمة العليا بإسرائيل بإقالة إيتمار بنكفير بعد ثبوت تدخله المباشر في عمليات الشرطة واتخاذ قرارات بالترقية بناء على أسباب سياسية. وفي وقت تستغل إسرائيل فيه أو تشتعل بالأزمات الداخلية، يواجه نتنياهو ضغوطات خارجية، فبعد قرار الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، أبدت عدة دول أوروبية نيتها الالتزام بالقرار والقبض على نتنياهو حال وصوله إليها. وفي ظل أزمات داخلية وخارجية يواجهها الاحتلال، انطلق اليوم اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين بناء على طلب العراق لمناقشة تهديدات الاحتلال الإسرائيلي المتزايدة. فماذا عن تداعيات هذه الضغوطات الخارجية على إسرائيل، وهل ستزيد الأحداث الداخلية من عزلة نتنياهو؟ هذا هو ملف اليوم. سلطت وكالة رويترز الضوء على الأزمة الدستورية التي تواجه إسرائيل بسبب الخلاف بين الحكومة والجهاز القضائي بشأن وزير الأمن القومي إيتمار بنكفير. رويترز أكدت أن الأزمة قد تنشأ إذا أصدرت المحكمة العليا قرارا يلزم رئيس وزراء الاحتلال بإقالة بنكفير بسبب تدخلاته المثيرة للجدل في إدارة عمليات الشرطة وتوجيه قراراتها بناء على اعتبارات سياسية. أكدت الوكالة أن رفض نتنياهو تنفيذ قرار المحكمة قد يضع إسرائيل في مواجهة بين السلطة التنفيذية والقضائية، ما يهدد بتقويض الفصل بين السلطات ويخلق أزمة دستورية غير مسبوقة. أبرزت رويترز تحذير الخبراء من أن تؤدي هذه الأزمة إلى تفاقم التوترات السياسية ويدفع النظام السياسي الإسرائيلي نحو حالة من عدم الاستقرار. إذن إسرائيل قد تنزلق إلى أزمة دستورية تزيد أزماتها المتعاقبة في ظل حكومة نتنياهو الذي بات محاصرا هذه المرة في خانة اليك، فإما الامتثال لقرار مرتقب من المحكمة العليا بإقالة وزيره لشؤون الأمن إيتمار بنكفير ومعه يخسر أغلبية مضمونة في الائتلاف الحكومي، أو يرفض إقالته ويقود بلاده لأزمة دستورية بضربه بالقانون عرض الحائط. المزيد في سياق هذا التقرير. أزمة دستورية تواجه إسرائيل من شأنها أن تقود رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لمزيد من العزلة الداخلية بعد خسارة دولية تكبدها فور إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه تعهدت دول غربية عدة بالالتزام بها. انشقاق داخل حكومة نتنياهو هو ما قد يقود دولة الاحتلال لأزمة دستورية صانعها وزير الأزمات المعني بشؤون الأمن إيتمار بنكفير، بعد أن طلبت عريضة قدمتها مجموعة من المنظمات غير الحكومية للمحكمة العليا بإسرائيل بإقالته بعد ثبوت أدلة بحقه تشير لتدخله المباشر في عمليات الشرطة، لا سيما المتعلقة بتأمين دخول المساعدات إلى غزة واتخاذ قرارات الترقيات بداخلها بناء على أسباب سياسية.
بن كفير صانع لأزمات عدة نالت من صورة ذهنية لطالما سعى نتنياهو لتصديرها عن إسرائيل، لكن شوهها مراراً وزيره اليميني العضو بالائتلاف الحاكم، والذي بانسحابه قد يترك رئيس الوزراء الإسرائيلي بأغلبية ضئيلة تضعه وطموحاته السياسية والتوسعية في مأزق. مقاومة إقالة بن كفير هذه المرة لن تمر مرور الكرام على نتنياهو، لا سيما حال قضت المحكمة العليا بإقالته ورفض الأخير، أمر سيظهر حكومته التي تتعامل مع أزمات سياسية داخلية عدة بينها المرتبط بصدور مجموعة قوانين، وكأنها تضرب بقرارات القضاء عرض الحائط. ولأكثر من عام تتعاقب الأزمات على الحكومة الإسرائيلية، بداية من انشقاق سياسي داخلي، ذهاباً لخلافات بين وزراء حكومة الحرب وقيادة الجيش حول استراتيجية بنيامين نتنياهو لمسار الحرب على جبهتي غزة ولبنان، وأخيراً مع عزلة دولية قادمة لا محالة سوف تتجرع تداعياتها إسرائيل. نبدأ الآن النقاش والتحليل، ومعنا من القاهرة الدكتور عمر البستنجي خبير العلاقات الدولية، ومن رام الله اللواء حابس الشروف مدير مركز فلسطين للأمن القومي، من بيروت ميرنا رضوان الكاتبة والباحثة السياسية، من بروكسل الدكتور رمضان أبو جزر مدير مركز بروكسل للبحوث والدراسات. أهلا بالجميع معي في هذه الحلقة. أبدأ من القاهرة مع الدكتور عمر. دكتور، هذه المطالبات التي تحدثنا عنها منذ قليل بإقالة وزير الأمن القومي إتمار بن كفير حتى الآن هي مطالبات غير رسمية، هل يمكن أن ترفع إلى المحكمة العليا بالفعل؟ وإذا رفعت ما الذي يمكن أن يحدث أو يتحقق؟ أول شيء مساء الخير عليك وعلى الحضور وعلى الضيوف الكرام. بالنسبة للمطالبات اللي خاصة بإقالة بن كفير، هي رفعت من قبل منظمات غير رسمية إلى المدعي العام المسؤولة القضائية في الحكومة الإسرائيلية، لكن هي ماطلت وسوفت في الموضوع حتى لا تصطدم في اليمين الإسرائيلي، لكن هي خاطبت رئيس الوزراء الإسرائيلي بشكل رسمي وبعثت له ملف مليء بالأدلة التي تدين بن كفير، وطالبت بإقالة بن كفير قبل الرجوع إلى المحكمة الدولية. وأعتقد بأنه هي اتخذت هذا الإجراء بسبب تخفيف الضغوط عن نفسها، لأنه أنا أعتقد أنه في حال رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي التجاوب معها، أتوقع بأنها ستمارس وظيفتها الرسمية بأنها ترفع إلى المحكمة القضائية بشكل رسمي وتمارس صلاحياتها في الادعاء. وأعتقد أنه إذا ارتأت المحكمة العليا في إسرائيل بأنه بن كفير متهم وثبتت عليه التهم، أتوقع بأنها ستوجه لرئيس الوزراء الإسرائيلي بضرورة إقالته. هنا ستحصل أزمة دستورية، لأنه في حالة إقالة بن كفير بالتأكيد بن كفير سوف يسعى إلى الانسحاب بحزبه من الحكومة الإسرائيلية، ما يعني انهيار الحكومة الإسرائيلية أو سقوط الحكومة الحالية، وهذا ما يخشاه نتنياهو.
طيب هل من المرجح يا دكتور أن تتم هذه العملية كما تحدثت أنت الآن؟ هل ترفع بالفعل إلى المحكمة العليا هذه الدعوات؟ هذا مرجح؟ أعتقد أنه بأن المسؤولة القضائية في الحكومة الإسرائيلية فكرة إرسال مذكرة إلى نتنياهو هي مقدمة بدائية لأن يتخذ نتنياهو الإجراء دون الرجوع للمحكمة، وهذه مقدمة أولية بنيتها الذهاب إلى المحكمة. أعتقد بأنها ستقوم فعليا بالذهاب إلى المحكمة والمضي قدما في إجراءات محاكمة بينك فيه. ماذا يعني أن يتخذ نتنياهو الإجراء قبل الذهاب إلى المحكمة؟ ماذا يمكن أن يفعل نتنياهو؟ أنا أعتقد نتنياهو كعادته سيسعى للمماطلة في الموضوع والتهرب من الموضوع، لأنه الهدف الأكبر بالنسبة لنتنياهو هو عدم انهيار الحكومة الحالية التي يترأسها، لأنه انهيار الحكومة سوف يؤدي إلى ذهاب نتنياهو للمحاكمة في القضايا الخاصة فيه اللي هو أساسا يسعى إلى تسويفها وتأجيلها بسبب الحرب. طيب. أو بحجة الحرب. اللواء حابس، أشاركك نفس النقطة الآن ونفس التساؤل. المدعية العامة من المفترض كما قلنا الآن أنها سترفع هذه الدعوة لإقالة بن كفير أمام المحكمة العليا خلال الأسابيع المقبلة، هذا من المفترض أن يحدث، ولكن الآن هي قدمت هذه المطالبات لنتنياهو. هل يمكن أن يقوم نتنياهو بوسائل ضغط معينة لمنع رفع هذه الدعوة للمحكمة العليا، يمكن كما تحدث الدكتور عمر الآن؟ يعني أول شيء مساء الخير إليك وللأخوة المشاهدين والأخوة المحاورين على شاشتكم الكريمة. بالنسبة للمستشارة القضائية، المستشارة القضائية هي طلبت من نتنياهو أنه إقالة بن كفير كوزير، لأنه هو بعين مسؤولين بعيدا عن التراتبية العسكرية وبعيدا عن القانون ولحسابات حزبية. هاي بن كفير على سلوك بن كفير في كان في الضبة وفي مع السجناء وسلوكه اللا إنساني وسلوكه اللا مسؤول، وأحرج نتنياهو وأحرج حكومة إسرائيل أمام الولايات المتحدة وأمام الدول الغربية. فبالتالي هاي بن كفير هو اللي يمثل نفسه، بن كفير يمثل الصهيونية الدينية في إسرائيل، ولهم وهم يمثلوا غالبية في البرلمان الآن، مع آسف غالبية في الحكومة. وكما تعلمون إسرائيل هي حكومة، هي النظام السياسي في إسرائيل نظام برلماني وليس نظام رئاسي، وهذا النظام الذي يتحكم بالحكومة هو البرلمان، يعني تسقط الحكومة ولا تسقط هو البرلمان. ولكن بالنهاية نتنياهو سوف يذهب إلى الأمام، سوف يعني يخطو خطوة إلى الأمام ويخلق أزمة جديدة في الحكومة أو في إسرائيل. بعيدا عن ذلك أو يتحجج بالحرب من أجل عدم إقالة بن كفير، لأنه يعرف جيدا إذا أقال بن كفير هو تسقط الحكومة، وإذا سقطت الحكومة هناك بالانتخابات لا نتنياهو ولا بن كفير، فبالتالي سيكون هناك نظام سياسي جديد. هناك المشهد في إسرائيل، هناك ثلاث قضايا رئيسية في المشهد في إسرائيل الآن بحكي عن المشهد الداخلي. أول شيء الخلاف على مستقبل الحرب، حول مستقبل الحرب، والخلاف على مستقبل الرهائن. اثنين، الخلاف حول تجنيد الحريديم، والتهم الموجهة لنتنياهو بالفساد، والتهم الموجهة له بتسريب المعلومات. والقضية الأخيرة المهمة هي قضية ذكرتموهم أنت، اللي هي قضية محاكمة المحكمة الجنائية الدولية لنتنياهو أعلى قمة في الهرم في إسرائيل وهو وزير الدفاع. فبالتالي إسرائيل في الآن تخوضها أزمات داخلية، وأعتقد الأزمات هي ليست أزمات دستورية، هي أزمة قانونية عندهم في إسرائيل، وهذه الأزمات القانونية لا أعتقد أنه ستصل إلى حد انهيار الحكومة في المرحلة الحالية، لأنه نتنياهو واليمين المتطرف في إسرائيل يعني أقنع الشارع الإسرائيلي أنه هناك حربا وجودية تخوضها حزب الله وتخوضها حماس ضد إسرائيل. فبالتالي يعني أكثر من 70% يؤيدون نتنياهو في حربه على لبنان، يعني كل الأحزاب كانت يسار أو يمين كذلك كلهم مؤيدين أنه مع أنه نتنياهو يقوم بضرب لبنان إلى أبعد مدى. فبالتالي هذه حكومة اليمين المتطرف لا أعتقد بهذه السهولة أن تنهار هذه الحكومة، ولكن سوف تتصدع يعني نوعا ما. لم نجد لحتى الآن معارضة حقيقية تخرج إلى الشارع حتى للمطالبة، يعني مطالبة خجولة حتى مطالبة بالرهائن، يعني هناك مظاهرات مطالبة خجولة في الخروج إلى الشارع. ولكن الآن بعد المحكمة الجنايات الدولية أعتقد أنه
بدا التابو يعني المحرمات او المقدسات لاسرائيل، هذه المقدسه، بدا الجدار بالتصدع وليس بالانهيار. واعتقد هذه بدايه التصدع الجدار في اسرائيل، انه اسرائيل هذه الدوله الديمقراطيه، هذه الدوله اللي تحترم حقوق الانسان. بعد هذه المحكمه اعتقد انه الجنود والضباط طب لواء حبس، اليس هذا التصدع موجود في اسرائيل منذ اليوم الاول لهذه الحرب؟ يعني الخلافات السابقه التي كانت تحدث بين جالنت ونتنياهو. مضبوط، بس انا بحكي على التصدع العالمي باتجاه اسرائيل، يعني العالم ما كان يرفض انه ندين اسرائيل، نرفض انه ننتقد اسرائيل. اي شخص في العالم كان يدين اسرائيل يتهموه باللاسميه، وكانوا يخافوا من هذا الاتهام. ولكن انا بحكي على الصعيد الدولي، هذا التصدع انه كمان الجيش الان بدا يخشى انه يخشى انه سوف يقدم الى محكمات، الى المحكمات بحكم الاباده الجماعيه. فبالتالي يعني هذه الحكومه بدات يعني نوعا ما في خلل، ولكن لحتى الان هذا الخلل لم يظهر الى السطح بالشكل، بمعنى انه تنهار حكومة نتنياهو أو تنهار وبالتالي سيادة اللواء، إذن الأزمات التي تحدثت عنها سنفندها بعد قليل، ولكن حتى الآن أفهم منك أن فكرة انهيار الائتلاف وانهيار حكومة نتنياهو أمر مستبعد. صحيح، يعني مستبعد، يعني المرحلة الحالية هو صعب، ولكن صعب تحقيق. يعني ممكن بعد وقت إطلاق النار في لبنان إذا تمت هذه الصفقة إلى آخره. طيب، ويصير في هدوء، لأنه الشيء الوحيد في قضيتين بتوحد إسرائيل، الجيش والخطر، هذول القضيتين هن بوحدهن كافه الاحزاب، كانت يسار واليمين. فبالتالي هو نتنياهو يعي ذلك جيدا، واقنع الشارع ان هناك حرب وجوديه وان هناك خوف. فبالتالي وضحت الاجابه. استاذه ميرنا، هل تتفقي مع هذه الفكره وهذا الراي؟ طبعا نحن في لبنان، مساء الخير للجميع. اهلا نحن وسهلا. في لبنان نعاني من مشاكل في الانترنت والاتصالات طبعا بسبب الحرب. فكنت استمع لضيفك الكريم، ولكن لم يصلني كل الحديث متواصل بسبب. طيب، يمكن اجمل لك ما قاله سياده اللواء الان بخصوص هذه الازمه الحادثه في اسرائيل ورفع الطلب اقاله بن غفير للمحكمه العليا. من المفترض أن يتم رفع هذا الطلب خلال الأسابيع المقبلة. هو يقول أن ربما صعب أن يترك نتنياهو هذه الأمور تسير بهذه الطريقة، ومن الصعب إقالة بن غفير أو سقوط هذا الائتلاف أو هذه الحكومة. نعم، هل تتفق؟ نعم، يعني أعتقد أن إسرائيل يعني في ظل هذه التطورات طبعا قدرة نتنياهو على التمسك ببن غفير أو حتى بسياسته في غزة ولبنان بعد هذه القرارات الدولية، أعتقد أنه قد يضطر إلى تعديل بعض سياساته في مواجهة هذا التصعيد الدولي. هناك تصعيد داخلي، هناك تصعيد داخلية، تصعيد دولي، سواء من خلال البحث عن يعني تسوية دبلوماسية أو بتقديم تنازلات سياسية على الساحة الدولية. لأن إسرائيل، يعني الوضع في إسرائيل، الموقف القانوني لإسرائيل، أعتقد رغم أن نتنياهو كما ذكرت حضرتك أن نتنياهو لا يأبه اليوم إلى القرارات الدولية وقرارات المحكمة الدولية، ومستمر في الحرب وفي خوض الحرب منذ سنة تقريبا، وكل الاستنكارات وكل المواقف الدولية لم تؤثر ولم توقفه عن ما يفعل حتى اليوم من جرائم حرب وغيرها. لكن الموقف القانوني لإسرائيل والوضع الداخلي، رغم أنه يعني أصبح، دعيني أقول، أصبح أكثر تعقيدا، ما قد دفع نتنياهو إلى إعادة التفكير في استراتيجية المواجهة الحالية، ليست المواجهة، يعني ربما سيبقى في هذه المواجهة، ولكن قد يعاود التفكير في استراتيجية المواجهة الحالية. لأن بعد هذا القرار ربما تواجه إسرائيل عزلة دولية أكبر على الساحة الدولية، يعني في حال الاستمرار في هذه السياسات وسياسة التصعيد طبعا في غزة ولبنان، لأنها اليوم تواجه تحديات حقيقية في علاقتها مع دول المنطقة والعالم،
ولابد أن تأخذ في يأخذ حتى نتنياهو وتأخذ إسرائيل في الاعتبار التغييرات الحاصلة من مواقف الدول الكبرى حتى تجاهها، وليست مواقف موقف لبنان فقط أو موقف الحكومة المصرية أو غيرها. طيب. هناك فرصة أعتقد أمام إسرائيل لتغيير سياستها خاصة في ملف غزة ولبنان، إذا أرادت طبعا تجنب المزيد من المشاكل الداخلية والخارجية. يمكن هذه نقطة ستحتاج إلى وقفة مطولة، ولكن بعد قليل. دكتور رمضان، نفس النقطة ونفس الفكرة، المطالبات بإقالة بن كفير، هل ترى أنها يمكن أن ترقى إلى التنفيذ أم فقط مطالبات حتى الآن من جهات غير رسمية حتى؟ تحياتي لك ولضيوفك الكرام. أستاذة آية، هناك في إسرائيل دائما ومنذ تشكيل هذه الحكومة الأكثر تطرفا منذ نشأة دولة الاحتلال دائما نشهد تجاذبات، ولكن استطاع نتنياهو أن يستفيد من وجود بن كفير وسموتريتش إلى أقصى درجة. وبالمقابل بن كفير وسموتريتش يحاولان في كل موقف وفي كل أزمة تواجه إسرائيل أن يستفيدان حزبيا. شهدنا كيف كانت تصريحات بن كفير إبانة إعلان موقف المحكمة الجنائية الدولية أو قرارها بأمر الجلب أو مذكرة اعتقال لنتنياهو وجالانت. في بعدها بساعات قام بن كفير بتصريحات اعتبرت داخل إسرائيل أنها تصريحات للتربح الحزبي، قائلا بأنه يجب الرد على قرار المحكمة بضم الضفة الغربية. هذا الخطاب وهذه التعيينات التي قام بها بن كفير داخل جهاز الشرطة والأوامر التي أعطاها لمدراء الشرطة هي لتخدم حزبه انتخابيا في الانتخابات القادمة، وليس ولا تدعم موقف نتنياهو. لكن نتنياهو كان يستفيد من أخطاء وتغول وتطرف بن غفير، كما استفاد من تغول وخطابات سموتريتش المتطرفة. اليوم أصبح عبئا على نتنياهو، ولكنه لا يستطيع أن يغرد في رئاسة الحكومة بدون بن غفير بدون سموتريتش. ولكن أؤكد لك أن نتنياهو اليوم وإسرائيل تمر بأسوأ ظروفها، رغم تظاهر نتنياهو بنشوة النصر وتقدمه وتحقيقه انتصارات في ساحة غزة وفي ساحة لبنان، إلا أن بعد قرار الجنائية الدولية والخلل الكبير داخل دولة الاحتلال في مؤسساتها وأحزابها، وأيضا شعور نتنياهو بأن الولايات المتحدة الأمريكية أو الإدارة الأمريكية القادمة قد تخلت عنه، وهذا هو سبب إصدار قرار الجنائية الدولية، وكان هناك ثمنا هو رأس نتنياهو يريده الرئيس القادم ترامب، لا يريد حتى يستطيع إنهاء هذه الحرب، لأن ترامب يعي جيدا أنه لا يستطيع أن يوفي بعهوده بإنهاء الحروب في المنطقة بوجود نتنياهو، لأنه لا يوجد زعيم في المنطقة يقبل أن يصافح نتنياهو بعد كل هذه الدماء، وخاصة بعد قرار الجنائية الدولية. هناك في إسرائيل من يعتقد أن لو أرادت الإدارة الأمريكية الحالية أو القادمة أن لا يتخذ هذا القرار في الجنائية الدولية فلن يتخذ، وهذا فهم ونحن نحلله على أنه تضحية برأس نتنياهو، وهذا إشعار مقدم يمكن أن نفهم خطوات أمريكية لن تكون في صالح فلسطين بالمناسبة. دكتور رمضان، ما تقوله مهم للغاية ويحتاج إلى وقفة ربما، ولكن واشنطن رفضت أصلا هذا القرار من قبل المحكمة الجنائية الدولية، وقالت هناك انحياز كبير من هذه المحكمة، ولا نرضى ولا نعترف بمثل هكذا إجراء وهكذا قرار. أستاذ آية، منذ متى نبني المواقف على التصريحات العلنية للساسة أو للناطقين الرسميين؟ القرار قد اتخذ، ولم تستطع الولايات المتحدة الأمريكية حماية نتنياهو ورأسه، ولا يوجد أي سلطة للمحكمة لتنفيذ هذا القرار. ولكن هذه الدول 124 دولة، معظمها هناك دول أوروبية عديدة أعلنت أنها ستنفذ القرار. هذا بمجرد إصدار هذا القرار، نعلم جيدا أن الجنائية الدولية ليس لديها القدرات التنفيذية لاعتقال جندي إسرائيلي واحد. صحيح. ولكن بمجرد ما استصدار قرار بهذا الحجم ضد رئيس دولة منتخب ديمقراطيا بالمعايير الأوروبية والأمريكية، ودولة تعتبر الدولة المدللة للولايات المتحدة الأمريكية، هذا نذير خطر كبير على وجود إسرائيل في المجتمع الدولي كمكون أرادت الإدارة الأمريكية السابقة تسويقه ضمن دول المنطقة كشريك محلي، كشريك إقليمي، وكشريك فاعل دولي. اليوم نتنياهو لم يعد عنوانا لشيء، هم ينتظرون سيناريو أو إخراج، سيناريو وإخراج إنهاء حقبة نتنياهو. هل إلى المنزل؟ هل إلى مستشفى المجانين؟ هل اعتقال دولي؟ هل تهديد؟ ما حظي به نتنياهو من
من تضخيم لشعبيته من الإعلام الإسرائيلي انتهى بعد أقل من 24 ساعة من قرار المحكمة. تعاطف معه الأحزاب الداخل الإسرائيلي في أول يوم كرئيس دولة إسرائيل، لأول مرة تتعرض إسرائيل لقرار قضاء دولي وتجريم بقرار ومذكرة اعتقال، مذكرة جلب لمحكمة جنائية دولية. كانت إسرائيل ويهود العالم يتخذون من هذه المحكمة محطة انطلاق لمعاقبة أعداء إسرائيل. أعتقد أن يجب تقييم الأمر بشكل جيد. إسرائيل ليست في أحسن أحوالها، ولكن ترامب الذي تفاءل نتنياهو كثيرا بقدومه وكان ينتظر قدومه لن يدعم نتنياهو؟ سيدعم إسرائيل ولن يدعم نتنياهو. ترامب لديه حسابات أخرى ولا ينسى من خذلوه، ولن ينسى ما فعله نتنياهو الذي تخلى عن ترامب منذ الساعات الأولى لوصول بايدن في عام 2020 إلى البيت الأبيض. أعتقد أن ما يصرح به الساسة إبان الفترة الانتخابية والحملة الانتخابية لا يختلف تماما عن أدائهم الفعلي. ترامب لديه خطة، أعتقد أنه لم يصرح عن مكنونات كل هذه الخطة، ولكن إذا أراد أن ينفذ خطته بوقف هذه الحروب في العالم وخاصة في الشرق الأوسط، هذا يعني أنه لا مكان لنتنياهو في رئاسة دولة الاحتلال. طيب، طبعا أثرت نقطة مهمة وسأحتاج أن أنتقل بهذه النقطة إلى باقي الضيوف، ولكن آخر جزء يا دكتور رمضان بخصوص ما نناقشه اليوم وقضية إقالة بن كفير من عدمها. الغرب هل يمكن أن يتعاطى مع هذه الفكرة، خصوصا أن بن كفير وسموتريتش وهؤلاء الشخصيات بالنسبة للغرب كثيرا ما أدنت تصريحاتهم مثلا؟ أكثر من ذلك بكثير، لا توجد دولة أوروبية تستقبلهم أو تقبل استقبالهم حاليا، وهم مصنفون كمتطرفون أو دعاة لتطرف. أسماءهم وردت في قضايا كثيرة لمنظمات حقوقية ومنظمات مجتمع مدني أوروبية بالمناسبة. خطابات الكراهية والتطرف والدعوة للقتل والدعوة للتجويع صدرت عن بن كفير وسموتريتش، والحكم القضائي الذي أمر الاعتقال الذي جاء بحق نتنياهو وجالانت جزء كبير منه بني على صمت نتنياهو وقبوله لخطاب أو خطابه كان بدفع من سموتريتش وبن كفير. هما يعلمان جيدا أن لا مكان لهم في المجتمع الغربي المتحضر، ولذلك أؤكد لك أن سموتريتش وبن غفير هما لعنة على شعب دولة إسرائيل، هم لعنة على دولة إسرائيل. تصريحاتهم سببت ضررا كبيرا للرواية الإسرائيلية التي كانت تتباكى وتتسم بالمظلومية أو تصف نفسها بالمظلومية. اليوم سقطت المظلومية الإسرائيلية بقرار محكمة جنائية دولية. هناك ملف آخر موجود في محكمة العدل الدولية قدمته جنوب أفريقيا ودعمته دول عديدة من ضمنها دول أفريقية. هناك دول أوروبية تعتبر حليفة وقريبة جدا من إسرائيل مثل فرنسا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا، صرحت بسرعة صارعت إلى التصريح بأنها سوف تنفذ قرار المحكمة الجنائية الدولية. هذا له دلالات سياسية، دلالات تدلل على أن حتى المجتمع الغربي والدول الأوروبية سئمت من هذا الثلاثي المتطرف، ثلاثي جرائم الحرب، وتريد أن تتخلص منهم، ولكن دون الصدام مع الولايات المتحدة. بتقديري أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تواجه العالم كله من أجل نتنياهو. بإمكانها الإعاز للمجتمع أو المؤسسات الإسرائيلية بتغيير هذا نتنياهو أو بالتضحية من نتنياهو مقابل إنقاذ إسرائيل من ملاحقات قضائية تلاحق دولة الاحتلال وليس نتنياهو فقط. دكتور عمر في القاهرة، يمكن اللواء حابس منذ قليل كان يتحدث عن عدة أزمات الآن موجودة داخل إسرائيل. هو تحدث عن خلاف على مستقبل هذه الحرب، أو كما يقولون اليوم التالي للحرب، مستقبل المحتجزين أو الرهائن، قضية الحريديم، التسريبات والمعلومات، وهذه قضية ظاهرة على السطح داخل إسرائيل، وقضية المحكمة الجنائية الدولية. سنفند هذه الخلافات، وأبدأ معك بالخلاف حول مستقبل الحرب. الآن بعد مرور أكثر من عام بعد إقالة جالانت وما إلى ذلك، وتصاعد طبعا الأمور على الجبهة اللبنانية، إلى أي مدى نستطيع أن نقول لا يزال هناك خلاف كبير داخل إسرائيل حول هذه النقطة؟ بداية سأبدأ من حيث انتهى الدكتور، وهو تعويل نتنياهو على ترامب. أعتقد بأن ترامب فعلا سيضحي بنتنياهو لعدة أسباب. بداية الرئيس ترامب قطع وعودات للجالية العربية والجالية المسلمة وطلبت الجامعات بأنه سينهي جميع النزاعات ما فيها النزاع في غزة ولبنان وأوكرانيا. أضف إلى ذلك أنه الرئيس ترامب يصب كل تفكيره على إيقاف المد الاقتصادي الصيني، فبالتالي
هو حريص على إنهاء كافة النزاعات بما فيها النزاع في غزة وفي لبنان للتفرغ للملفات الاقتصادية وأبرزها ملف الاقتصادي الصيني. إضافة إلى ذلك يعني نلاحظ بأن الحكومة الإسرائيلية الحالية هي حكومة تدار من رجال دين متطرفين وتسير وفقا لفتاوى حاكمية، وهذا يتعارض مع المبادئ الأمريكية، خاصة وأن أمريكا لأكثر من 70 عام وهي تروج بأن إسرائيل نموذج للدولة الديمقراطية، نموذج للدولة المدنية المتحضرة في الشرق الأوسط، ولكن الآن نصطدم بأنه نحن نواجه دولة دينية بحتة. ولا ننسى المشكلات التي حدثت في إسرائيل ما قبل 7 أكتوبر من اصطدام الشارع الإسرائيلي أساسا مع هذه الحكومة اليمينية، عندما كانت تسعى إسرائيل أو تسعى هذه الحكومة فيما يسمى في أزمة الانقلاب الدستوري إلى إعطاء صلاحيات واسعة للمحاكم الدينية توازي المحاكم المدنية. فبالتالي نحن يعني أنا باعتقادي الشخصي ترامب يميل إلى التخلص من نتنياهو وتقديم رأس نتنياهو في سبيل إنهاء هذه الحرب دون التأثير على الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه ترامب يعي تماما بأنه لن يستطيع مواجهة العالم كامل، وأنه استمرار دعم هذه الحكومة اليمينية سيضع الولايات المتحدة الأمريكية ذات نفسها في عزلة سياسية مع العالم. ترامب مثلما قطع وعود لدول المنطقة والجاليات العربية والمسلمة وما إلى ذلك، وكذلك قطع وعود كثيرة لنتنياهو، ولهذا كان ينتظر نتنياهو قدومه ولا يريد حتى إتمام أي صفقة حتى يأتي ترامب. ترامب كرئيس هو كأي رئيس أمريكي لن يتوانى عن دعم إسرائيل كدولة، لكن أعتقد أنه لن يدعم حكومة نتنياهو وهذه الحكومة اليمينية، لأنه ترامب لا يريد أي صراعات جديدة في منطقة الشرق الأوسط، ووجود هذه الحكومة اليمينية هو عبارة عن تأجيج للشارع، تأجيج لمنطقة الشرق الأوسط وشيطنة للمنطقة، وأصبحت هذه الحكومة أساسا معوقة ومقوضة للسلام في منطقة الشرق الأوسط وغير مقبولة من كافة الأطراف في الشرق الأوسط. يعني حتى الدول التي تسعى لإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط باتت تضيق ضرعا في تصرفات هذه الحكومة اليمنية والابتزاز الذي يتعرض له نتنياهو باستمرار من سموتريتش وبن كفير. طيب إذا عدنا طيب يا دكتور لبداية هذا السؤال، وهو الخلاف حول مستقبل الحرب داخل إسرائيل. تقصدين الحرب حول مستقبل الحرب سواء على غزة أو ما يحدث في لبنان؟ أنا باعتقادي الشخصي بمجرد إيقاف الدعم الأمريكي عن إسرائيل الحرب ستتوقف، والشعب الإسرائيلي أو المجتمع الإسرائيلي بعمومه يميل لوقف الحرب لعدة أسباب. أول شيء، انكشفت فكرة أنها حرب وجودية بالنسبة للشارع الإسرائيلي، وتبين أنها حرب لمصالح ضيقة فقط لمماطلة نتنياهو للهروب من المحكمة والقضاء الموجهة ضده. أضيف إلى ذلك بأن الشعب الإسرائيلي يفكر في الوضع الاقتصادي، إسرائيل تخسر يوميا 134 مليون دولار في هذه الحرب، والمجتمع الإسرائيلي برمته هو مجتمع عسكري، فجميع العاملين في المجتمع الإسرائيلي يتم استدعائهم للاحتياط، وهذه تكاليف تزيد من أعباء المجتمع الإسرائيلي، المجتمع الذي كان مرفه اقتصاديا فجأة وجد نفسه في حرب تضيق عليه الحال. فأعتقد بأنه نفس المجتمع الإسرائيلي أيضا يميل إلى إنهاء الحرب، وأعتقد بأنه إفلاس نتنياهو وحكومته في تحقيق أي من أهداف الحرب سيكون سبب في الذهاب إلى الخروج بما هو أفضل ضمن صفقة يوجهها الرئيس ترامب. طيب فقط أرجو من جميع الضيوف أن يبقوا معي، فاصل قصير نذهب إليه الآن ونعود لاستكمال هذه الحلقة. أهلا بحضراتكم من جديد. الخلافات داخل إسرائيل، مطالبات بإقالة بن كفير، وقرار المحكمة الجنائية الدولية الأخير، هذا هو ملف اليوم، وتساؤلات بخصوص هذه الملفات والأزمات. أنتقل الآن إلى اللواء حابس، وأطرح عليك ما ناقشه ضيوفي منذ قليل بخصوص أن قرار المحكمة الجنائية الدولية تريده الولايات المتحدة الأمريكية هو تمهيد للإطاحة بنتنياهو، ترامب لن يبقي على نتنياهو، هل تتفق؟ يعني الموضوع في إسرائيل، يعني في إسرائيل هي هناك حكومة، الموضوع ليس شخصي نتنياهو، ولكن نتنياهو مثل سياسة إسرائيل، مثل سياسة اليمين المتطرف في إسرائيل. يعني إذا لاحظنا الآن لأول مرة بالتاريخ، يعني الغالبية في الحكومة هم يمين متطرف، الغالبية هم
من التيار الصهيونية الدينية، ودولة الصهيونية الدينية هي لا تؤمن لا تؤمن بالقضاء ولا تؤمن، ولكن هي دائما تعمل كما تحدث الزملاء، هي تعمل لكل شيء من أجل مصالحها ومن أجل تحقيق المصالح الحزبية لإلها. هلا بالنهايه ترامب عندما وصول للحكم، اعتقد انه ترامب بالنهايه هناك امامه عده مواضيع. الموضوع الاول امامه الصين، وامامه كمان عند الجامعه العربيه والمؤتمر، الجامعه العربيه والمؤتمر الاسلامي عقد اجتماع في الرياض قبل فتره واخذوا قرارات، واعتقد هذه القرارات كانت مهمه لصالح الفلسطينيين. فبالتالي ترامب لا يستطيع انه ينفي الجميع من اجل ارضاء نتنياهو. هلا بالنهايه ترامب لن يتخلى عن اسرائيل، سيدافع عن اسرائيل، ولكن بالنهايه هو يريد كمان امام خيارين، انا هو يريد تطبيق السلام الابراهيمي ويريد تطبيق صفقه القرن. طيب كيف يريد تطبيق صفقه القرن دون اعطاء الفلسطينيين حقوقهم، وكيف يطيق التطبيع مع الدول العربيه، والدول العربيه طرحت في بشكل علنا والسعوديه طرحتها بشكل علنا لا يمكن ان يكون هناك سلام ولا استقرار دون دوله فلسطينيه. فبالتالي هذه الطروحات العربيه وهذه الوضع الاقليمي الموجود يجب ترامب يعني امامه معضله يجب ان يتعامل معه. اذا كان نتنياهو كان يعني حجر يعني عثره امام هذه السلام وهذه المفاوضات، اعتقد انه سيكون هناك سيسعى الامريكان الى خلقله الحكومه الامريكيه بطريقه او باخرى، لانه لديهم حلفاء داخل اسرائيل. يعني اذا هددوا اسرائيل بوقف الدعم، هددوا اسرائيل بوقف، لانه نذكر جيدا الحزب الجمهوري عندما هدد شامير، عندما رفض عمليه السلام وهددوا بوقف المساعدات، وقف شامير عاد وعاد الى طاوله المفاوضات. فبالتالي الولايات المتحده لديها اوراق كثيره على اسرائيل، لانه لولا الولايات المتحده لما تستطيع اسرائيل في استمرار الحرب أكثر من عام. فبالتالي نتنياهو أعتقد أنه هذه آخر مرحلة ستكون له، وحتى اليمين المتطرف زي سموتش بن غفير، لأن حتى اليهود الولايات المتحدة أكثر من 70% من يهود من شباب اليهود في الولايات المتحدة مع إسرائيل دولة علمانية وليس دولة يهودية كما يريدها بن غفير وسموتش. فبالتالي حتى يعني في الولايات المتحدة هناك خلاف على صورة إسرائيل، لأنه صورة إسرائيل تشوهت وصورة إسرائيل أصبحت دولة منبوذة. فبالتالي الولايات المتحدة تريد أن تبقى إسرائيل واحدة ديمقراطية. إذن هنا نسأل سؤال سيادة اللواء، مع مجيء ترامب هل نحن أقرب إلى سقوط هذه الحكومة المتطرفة أم أبعد إلى هذه الفكرة؟ ستأخذ فترة من الزمنية، هذا سيعتمد على نتنياهو. هل نتنياهو سيكون براغماتي سيتعامل مع الطروحات السياسية، أم سيكون متزمت كما عمل بالمفاوضات حول الأسرة؟ إذا نتنياهو يعني أصبح متزمتا في سياساته ورفض، أعتقد العالم كله، لأنه الآن أمامه محكمة الجنايات وأمامه هناك إدانات، فالولايات المتحدة يعني ممكن تهدد أنه برفع يدها عليه عنه، يعني آسف رفع يدها عن نتنياهو. فبالتالي هو لا يستطيع أن يسافر، لا يستطيع أن يتحرك، تصبح إسرائيل معزولة دوليا. فبالتالي ما هو الخيار امامه؟ فبالتالي الولايات المتحده ستجبر نتنياهو اما على يعني بشكل او باخر وليس بشكل مباشر، اما على الاستقاله او تغيير حكومه او المضي في عمليه السلام، لانه بالنهايه هناك في مجتمع في دول اقليميه عربيه، لانه لا تريد، لا يعني نتنياهو يريد ان يجر الولايات المتحده بحرب مع ايران، ولكن ايران راينا في الفتره الاخيره ايران هي الان تعمل بسياسات هادئه، تعمل بسياسات التهدئة حتى في لبنان، حتى لا تجر المنطقة إلى حرب إقليمية. فبالتالي لا الولايات المتحدة معنية ولا دول الإقليم معنية. إذا استمر نتنياهو بهذا الأسلوب، أعتقد سيكون هناك ضغوطات على إسرائيل كانت بشكل أو بآخر، وإسقاط حكومة نتنياهو من داخل إسرائيل نفسها، لأنه لا أحد يستطيع إسقاط نتنياهو إلا داخل الأحزاب. طيب. في إسرائيل. أستاذة ميرنا، التصعيد الآن في لبنان يحدث بالتوازي مع جهود دبلوماسية تحدث في هذه الفترة، وجهود أمريكية للتوصل كذلك إلى هدنة وما إلى ذلك. مع ظل هذه الخلافات الحادثة داخل إسرائيل، هل تعتقدين أن نتنياهو سيعجل بفكرة الوصول لهدنة أم مزيد من التصعيد؟ أعتقد أن دخول الرئيس ترامب البيت الأبيض يعني عقب هذه يعني عندما نصل إلى هذه المرحلة سيكون هناك تطورات
في موضوع الهدنة مع لبنان وليس قبل ذلك أبدا. وأريد التعقيب سريعا على ما تحدثتم عنه. نحن لابد أن ننتبه إلى أمر معين، أن فترة أو ولاية ترامب، دونالد ترامب الأولى، كانت نموذجية بالنسبة لإسرائيل. نحن يعني يجب أن لا ننسى أن دونالد ترامب هو من ألغى الاتفاق النووي الإيراني الذي عرضته إسرائيل. دونالد ترامب أبرم اتفاقيات تطبيع علاقات تاريخية مع عدد من الدول العربية، ويعني تجاوز عقودا من السياسة الأمريكية، وأيضا تمكن من الحصول على إجماع دولي للأسف ولا أعترف لكن مضطر على القول بأن بالاعتراف يعني إجماع دولي بالاعتراف بأن القدس هي عاصمة لإسرائيل. إذن يعني تاريخ دونالد ترامب مع الحكومات الإسرائيلية وحكومة نتنياهو تحديدا هو تاريخ حافل بالإيجابيات بالنسبة لإسرائيل، ولكن في نفس الوقت أن ترامب هذا الرئيس دائما يحث إسرائيل على إنهاء الحرب. يعني رأينا أنه حث إسرائيل على إنهاء الحرب في غزة، وهو لا يحب الحروب بشكل عام، يعني هو ليس من المؤيدين جدا طبعا للمستوطنات أو للحروب. فأعتقد أن ترامب مجرد ما أن يدخل البيت الأبيض، أعتقد أنه قد ربما يعطي نتنياهو أسبوعا فقط لأخذ القرار والتصرف بشكل يراعي الجميع. أعتقد أن ترامب هو معروف أن ترامب هو بيزنس مان، وبالتالي هو سيراعي الجميع، سيراعي سيحتاج يعني سيرى نتنياهو وحتى اليمين المتطرف لأنهم محتاجين إلى أن يسلكوا نهجا مختلفا مع الرئيس الأمريكي القادم. هذا ما أعتقده، وبالتالي ذلك سينعكس طبعا إيجابا على الوضع في غزة وفي لبنان، لأن التصعيد في لبنان. نعم دكتور رمضان، أستاذة ميرنا طرحت سؤال وجيه للغاية، لماذا التفاؤل هذه المرة وإذا كانت الفترة الأولى لترامب كلها مليئة بالإنجازات والنقاط الإيجابية بالنسبة لإسرائيل؟ نقطتين هامتين، الأولى أن ترامب كان إبان الحملة الانتخابية كان يلوم على الرئيس بايدن ويتهمه بالضعف والفشل، وقالها عدة مرات أنني لو كنت رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية لما حدثت هذه الحرب أو لاستطعت إنهاء هذه الحرب في الساعة الأولى، وقال أيضا أنني في الساعات الأولى لدخول البيت الأبيض سوف أنهي هذه الحرب. لم يفسر كيف، ولكنه هنا في تحدي، وهنا يريد أن يزكي السياسة الترامبية على سياسة بايدن، وهذا مفصل حقيقي يتعلق بالكينونة الترامبية داخل أمريكا. هو وعد بأن باستطاعته أن ينجح فيما فشل فيه بايدن والديمقراطيين، هذا من جانب. من جانب آخر نتنياهو فقد كل أوراقه لدى ترامب بعد نجاح ترامب. لم يعد لنتنياهو أي أوراق قوة يساوم بها ترامب أو يضغط بها على ترامب. ترامب هو في الحقبة الثانية والأخيرة له كرئيس الولايات المتحدة الأمريكية، ولن يستطيع نتنياهو أن يمارس عملية ابتزاز لكي. والأهم في أن أي مفصل أو أي صفقة بلغة ترامب لا يتحدث عن اتفاقات أو معاهدات، ويتحدث عن صفقات بحكم أنه رجل مال وأعمال. أي صفقة سوف يقدمها ترامب للشرق الأوسط حتى لو لم تكن في صالح الفلسطينيين ولكن تؤدي إلى إنهاء هذه الحرب، وهنا تكمن الفكرة يا دكتور. ما هو يعني أغلب التوقعات تقول أن ترامب بالتأكيد سيحل هذه الأزمة، سيأتي بالحلول، سيأتي بالصفقات، ولكن المشكلة تكمن الصفقة ستكون لصالح من؟ لن تكون في صالح الفلسطينيين، ولكن لن يقبل بها نتنياهو. الذي نتنياهو يتمسك بوان واي، طريق واحد لبقائه في الحكم ولتحقيق أحلام اليهودية الصهيونية، هو استمرار الحرب والهروب إلى الأمام.
في حال قدم ترامب صفقة لوقف إطلاق النار حتى لو سميناها أبراهامز 2 كما يتحدث بعض المقربين من ترامب أن هناك صفقة اتفاق إبراهيم 2 واتفاق إبراهيم 3 لن يقبل بها نتنياهو، لأن نتنياهو بمجرد قبوله بأي صفقة تؤدي إلى وقف الحرب حتى لو كان من ضمنها إطلاق سراح الأسرى سوف يفقد تحالفه مع سموتريش وبن غفير، وفي نفس الوقت نتنياهو يساوم بطريقة غير مقبولة لترامب وفريقه. حتى السلام الاقتصادي يرفضه نتنياهو، يرفض إقامة دولة فلسطينية، يرفض الاعتراف بوجود الفلسطينيين، يرفض كل هذه الأمور التي لا يمكن لترامب أن يأتي بمشروع يقبله الشرق الأوسط ويقبله حلفاء أمريكا أو أصدقاء أمريكا من دول المنطقة إلا أن يصطدم بفيتو أو برفض نتنياهو. لا أعتذر على المقاطعة دكتور، ولكن فقط أنوه أننا نعرض لقطات مباشرة من الضاحية الجنوبية في بيروت الآن. هذا قصف وغارة إسرائيلية جديدة على هذه المنطقة، منطقة الضاحية الجنوبية. جدير بالذكر هذه ليست الغارة الأولى هذا اليوم منذ الصباح على الضاحية الجنوبية. كان معنا مراسلنا من بيروت منذ قليل وكان يقول أن عدد من الغارات الإسرائيلية نفذت اليوم على هذه المنطقة، وكان جيش الاحتلال قد ألقى تحذيرات ووجه تحذيرات لسكان هذه المنطقة بأنه سيقوم باستهدافها. جدير بالذكر أن هذه الفترة تشهد الكثير من التصعيد من قبل جيش الاحتلال على العاصمة اللبنانية بيروت. الأسبوع الماضي تم استهداف قلب بيروت، وسط بيروت، وكانت المرة الأولى التي تم فيها استهداف منطقة سكنية، منطقة تجارية. وهذا الأسبوع كذلك حدث نفس الأمر، بالأمس تم استهداف كذلك منطقة البسطة وهي منطقة سكنية كذلك، وها هي غارات تتجدد الآن على الضاحية الجنوبية، وهذه صور مباشرة لها الآن. طيب دكتور رمضان، لم يعد يتبقى لنا الكثير من الوقت، فأريد أن أوجه لك ربما سؤال وفكرة أنت طرحتها منذ قليل. لماذا كان كل هذا الغضب داخل إسرائيل وتحديدا من قبل المعارضة الإسرائيلية بعد إصدار قرار المحكمة الجنائية الدولية؟ إذا كانت أصلا المعارضة تنتقد نتنياهو وتريد الإطاحة بنتنياهو، فلماذا كان هذا الغضب بخصوص هذا القرار بهذا الشكل؟ سؤال رائع وذكي، لأن هذا القرار مس تاريخ نشأت دولة الاحتلال إلى يومنا هذا. هذا القرار مس شرعية إسرائيل وليس نتنياهو. هذا القرار لن يمسح حتى لو توفي نتنياهو غدا بسكتة قلبية، إلا أن هذا القرار سيبقى وصمة عار. هذا القرار قرار عدالة دولية، كان بمجرد صفعة قوية ولطمة لإسرائيل وللولايات المتحدة الأمريكية التي اتخذت قرارا بالفيتو ساعات أو أقل 24 ساعة من هذا القرار المحكمة الجنائية الدولية. هذا القرار هو إهانة لإسرائيل ولنتنياهو وللولايات المتحدة الأمريكية الداعم الأكبر، وهذا القرار يعري أي مسؤول إسرائيلي من الحصانة التي اعتقد فيها ضباط وجنرالات إسرائيل أن لديهم حصانة. اليوم بدأ منذ صدور هذا القرار، مذكرة الجلب أو قرار الاعتقال لنتنياهو وجالانت، هذا مؤشر رعب لكل مسؤول إسرائيلي. وما يحدث في لبنان الآن وما تحدثت من عواجل عنه الآن، لم تصل الملفات جرائم الحرب التي يرتكبها ضباط ومسؤولين إسرائيليين ونتنياهو في لبنان إلى المحاكم الدولية بعد، ولكن هناك في المستقبل مئات المحاكمات والمتابعات والمطاردات لمسؤولين إسرائيليين سوف تجعلهم يعيشون في سجون، وإن لم يسلموا أنفسهم للمحاكم الدولية سوف يسجنون أنفسهم داخل مستوطنات الكيان إلى أن يتم محاكمتهم يوما من الأيام. لذلك هذا القرار أصاب الرعب لكل مسؤولي دولة الاحتلال، هذا سبب غضب المعارضة قبل الموالاة في حكومة نتنياهو، لأن هذا القرار لا يستثني أي إسرائيلي قام بارتكاب جرائم حرب سواء جندي أو ضابط أو مدير أو وزير أو رئيس منتخب ديمقراطيا بالمعايير الغربية. أعتقد أن هذا القرار سيتبعه قرارات أخرى سوف تصعب مهمة أي منظمة دولية أو أي دولة في التعامل مع نتنياهو وجالانت. إسرائيل سوف تصبح دولة معزولة، بل أصبحت منذ أيام دولة معزولة سياسيا وتبحث عن أدوات للهروب من هذه العزلة، ولن أستطيع.
أنا فقط أعود وأنوه أننا الآن نعرض لقطات مباشرة من الضاحية الجنوبية في بيروت وغارات للاحتلال جديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت، نعرضها الآن مباشرة وربما نستمع، كنا نستمع منذ قليل لأصوات هذه الغارات. كما قلت لحضراتكم عدد من الغارات نفذ اليوم من قبل جيش الاحتلال على هذه المنطقة، منطقة الضاحية الجنوبية التي تستهدف منذ فترة منذ أشهر، وتم تنفيذ فيها العديد من عمليات الاغتيال لعناصر وقيادات في حزب الله. هذه الفترة تشهد الكثير من التصعيد من قبل إسرائيل على العاصمة اللبنانية، تم الوصول إلى قلب بيروت ووسط بيروت، تم سقوط العديد من الشهداء والكثير من الإصابات، وهناك الكثير من عمليات النزوح تحدث جراء هذه الاستهدافات لقلب العاصمة، والآن تتجدد الغارات، غارات الاحتلال على الضاحية الجنوبية. هذا يأتي بالتوازي كذلك مع عدد من الغارات وعدد من العديد من عمليات القصف في الجنوب اللبناني، والعديد كذلك من عمليات الاشتباك التي تحدث على مداخل العديد من البلدات في جنوب لبنان، وبالتوازي كذلك مع الجهود الأمريكية للتوصل إلى هدنة وقريبا. انتهى وقتي، أنا بشكر جميع الضيوف. كان معي من القاهرة الدكتور عمر البستنجي خبير العلاقات الدولية، وكان معي من رام الله اللواء حابس الشروف مدير مركز فلسطين للأمن القومي، من بيروت ميرنا رضوان الكاتبة والباحثة السياسية، من بروكسل الدكتور رمضان أبو جزر مدير مركز بروكسل للبحوث والدراسات. شكرا لكم جميعا على تواجدكم معنا وعلى هذا النقاش وهذا التحليل. أشكر حضراتكم دائما على طيب المتابعة. كنت معكم على مدار هذه الحلقة أنا آية لطفي، وألقاكم غدا في حلقة جديدة. إلى اللقاء.